تكون المعدة فارغة وخاصة تاكل البروتينات وأشياء جيدة بحال البيض مسلوق بحال القطاني بحال البصلة بحال الأشياء هذه بحال الخبز زيت الزيتون كذا يفطر بها الإنسان الصباح لأنه مقبل على العمل وممكن ما يتغداش يشرب ماء لكن توقيت مستمر ولا ياخذ فواكه اللي هي سهلة ملي في المساء لما يعود إلى منزله ممكن ياكل لا تنظمنا أنا أمريكا عندها التوقيت المستمر من زمان هما نظموا أنفسهم باش يعيشوا على هذا التوقيت حنا باقي ما نظمناش أنفسنا باش نعملوا على هذا رغم أن من قبل كانوا المغاربة كياكلوا غير وجبتين كان يفطر الصباح يمشي يخدم وياخذ معاه شي حاجه خبز ولا حاجه ولكن ملي يجي في المساء عاد كياكل عاد هو ولاده تجتمع مع الزوجه ديالو الاولاد عاد ياكلوا فكنشوف بان الان ما كاينش تنظيم غذائي لان الناس كياكلوا في اي وقت كياكلوا اي حاجه في اي وقت هذا مشكل فاعود الى هذه الخلطات الاكل اللي الناس ولاو كيختلقوها ولا هكذا يعني لا تخضع لاي منهاج ولا اي شيء فالناس فليتقوا الله انا اقول لهم فليتقوا الله لان عندنا دين وعندنا اشياء فليتقوا الله ويستحيوا من الناس اذا لم تستحي فعل ما شئت فهاد الناس غادي يضروا الناس بزاف ومن الاحسن كما اقول الغذاء لا يضر الماكله ما كتضرش يعني يقدر ياكل غير يعرفوا الناس شنو ياكلوا وهذيك الاكل اللي يتصرفوا الاكل الطبيعي ما احسن ثم نعطيو المزايا ديال الاشياء اللي باش نعاودوا نذكروا بخلق الله والتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى باش نشوفوا بان هذه الاشياء راه موضوعه ماشي الانسان اللي غادي يوضعها يعني التوازن في الطبيعه الله وضعه والناموس الكوني خلق الله الناموس الكوني الانسان يمشي عليه غير يحترمه لان لا ما احترموش غادي يسقط في الفساد طبعا لا كاين الفساد وكاين المصيبه لان يعني القران كيوضح يعني هنا كاين القران كنجيو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا هو التلوث والاشياء الفساد البيئي وهذا الفساد ديال هاد بعض الزراعات الاله فاسده هي في الغرب بحال التغيير الوراثي هذه هنا ظهر هنا فساد ثم الله سبحانه وتعالى كيتكلم على اشياء اخرى انها مصيبه اول ما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند الله ان الله على كل شيء قدير هنا لا علاش لان بعض المرات كتولي يعني ما شاء الله ملي كتكون لي مصيبه علاش لان ملي كتاكل شي حاجه خطيره ولا كتوصل لشي حد شي حاجه خطيره كتولي مصيبه ربما يضر ربما يتسمم ربما يموت كاع بعض المرات انا توصف لي واحد العشبه ولا توصف لي شي حاجه ولذلك هذه الاشياء ومن عند انفسكم ان الله سبحانه وتعالى كيحملنا المسؤوليه اول ما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثلها قلتم ان هذا من جناتي طبعا غيجنا من انفسنا ان ملي بدينا كنغيروا كنخلطوا كنعملوا اي شيء بدينا كنديروا وصفات هكذا من انفسنا هذا فنحن لا هذا الخلق الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه هو الذي خلق له ما ياكله هو الذي يعرف هذا الناموس الكوني الذي يمشي عليه لا يمكن ان نضع ناموس كوني للبشر ولا يمكن للبشر ان يضع قانون للبشر هكذا يعني فيجب ان نحترم هذه النواميس الكونيه وان نحترم خلق الله سبحانه وتعالى وان نرشد هذه الاشياء وحنا عندنا الادوات الفقهيه باش نرشدوا هذه الاشياء. اذا نعود دكتور الى المستمع الكريمه ايمان ذكرت يعني كاين الفرق بين شنو الفرق ما بين اللون البصل الاخضر نعم احسن من البصل اليابس يعني الكركوبه هذه نعم في الصيف البصل كي قالت الطويل وكان هو الاحمر والابيض كاين الاحمر والابيض عندنا في المغرب عندنا انواع كاين هذيك البيضه الصغيره اللي بيضه بحال الحليب هذيك ما بقاتش قلت وكاينه لي شالوت هذه اللي في الشمال في تطوان عندهم واحد البصله طويله شويه وصغيره لي شالوت كاين لي شالوت لي صابوليت لوني وكاين هادو كلهم نفس الفصيله هادو كلهم نفس الفصيله ونفس المكونات كلهم بصل وداخلين فيه حتى بعض الاعشاب الخطيره داخلين معاهم حتى العنصل والبصيله والمسائل فهما داخلين مع هذه الفصيله ولكن الانسان عرف كيف يختار يعني ان البصل ليس فيه اشياء سامه ان هذيك العنصل والبصيله فيه اشياء سامه يعني الانسان عرف كيف يعيش ولكن يشتركوا في بعض المواد التي تتبعها مثلا الربو العنصل مع هذاك يشتركوا فيها فهذا البصل الاحمر في تركيز اكثر من البصل الاصفر والابيض الكبير الحجم الكبير الحجم ولكن يبقى المكونات هي نفسها غير واحد التركيز واحد الفرق طفيف ما بين وما النساء ما كيبغوش البصل الاحمر ديال الملك يطيب يسود جميع الاشياء التي تسود تعطي غير لون وهي اشياء طبيه لان هذه نعم لان المكونات اللي كاينه في البصل كاين الاحمر قويه كتكحل كاع ملي كيخليوها هكذا وهذه نعم اشياء قويه جدا ولذلك انها ما كانش معروف عندنا حنا في كاين مناطق اللي كان فيها البصله الحمراء بحال الدكاله والشوي كاين مناطق اللي فيها البيضاء اللي هي منطقه ديال فاس ديال السايس وهي بنين اللي قصدت هذا كان عندهم وكاين مذاق في فالي شالوت اللي هي البصله الصغيره اللي هي تطوان جبال عندهم هاد البصله يعني الخضر اللي كاينه في الجبل كلها خضر جيده الشكل ديالها صغير وهي جيده طبعا ذكرت بالنسبه للحيض البصل هو مفيد للحيض ممكن لماذا؟ لان فلافونويدات والبوليفينولات ولي كرفس
الكرفس واوراق التين، الكرم، الاوراق ديال الكرم والبصل، وهذه كلها اشياء تشترك في هذا المفعول ديال ماشي هذه الدوره الشهريه لما يكون فيها الم. الم الناس اللي كانوا عندهم الم هي مفيده. نعم، ولكن احسن من ذلك واكثر من ذلك ان النساء ملي كتقرب تجي الدوره الشهريه خصهم يقطعوا اللحوم. فعلا. نعم، خصهم يقطعوا اللحوم، خصهم يكون نظام نباتي، خصهم يكون اعراض ما قبل الدوره. لان الفيتوستروجينات غادي يكونوا الفيتوستروجينات غادي يضبطوا الدوره الشهريه ديالهم. ملي تكمل الدوره الشهريه خصهم الدجاج البلدي. علاش؟ باش يعاودوا يرجعوا هذيك الحديد والاملاح المعدنيه ويرجعوا البروتينات السهله الهضم، هي كنسميهم بروتينات دائبه، اللي بروتين سوليبل. نعم، لما لا؟ هذه ما بقاوش النساء كيعملوها. علاش؟ لان المراه كتكون ضيعت واحد الكميه ديال الدم، ربما يكون عندها انيميا ولا وقع لها شيء. فمن اثناء هذه الدوريه يكون النظام ديالها نباتي من الاحسن، لان هذوك الفيتوستروجينات غادي يساعدوا. ثم ملي كتكمل هذيك الدوره لازم تاكل الدجاج البلدي وتاكل اشياء بروتينيه مزيانه وتاكل اشياء فيها الحديد هذا. والحبوب كذلك، منهم الحلبه، منهم هذه الاشياء اللي كتزيد في الامتصاص، هذه ملي كتكمل عند الدوره الشهريه. اذا دكتور غادي ناخذوا جوج ديال المكالمات كاخر مكالمتين في هذا اللقاء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم لنا. هذه فدوى من مدينه سيدي قاسم. اهلا فدوى، تفضلي. الله يسلمك. ابلغ تحياتي للدكتور محمد الفايد والاخت خديجه، اهنئها على هذا البرنامج المفيد الذي يحظى مكانة عالية داخل الأسر. أريد أن أسألك يا دكتور بالنسبة للأطفال الصغار، عندي البنت بالنسبة لها تبكي بحال تبكي على مخارة. بما نسميه الجيوب الأنفية. نعم. واش يمكن لنا المعالجة بالبصل؟ لا لا، عندها الدموع كيخرجوا من الأنف، ولا الانف ديالها دائما سائل. شنو ما فهمتش؟ كي تبكي على منخاره يعني كيخرجوا الدموع من الانف. يعني ما عندها لا فعلا لا تكون عندها احتقان ولا مخنوق. لا، الدموع ما كاينينش، كاين غير لا حتى حاجه، عادي غير هكذا. ملي تبقى تبكي تبكي بزاف تجيك بحال تبكي على المنخار ديالها، بحال كيتسد ليها نيفا. نعم. واش هذوك الجيوب الانفيه ولا؟ نعم، ما عليهم كيف ما كان الحال، ما فهمتش السؤال. ولكن هذه الحالات الخاصه، من جزاك الله خيرا، هذه الحالات الخاصه هكذا فيها اعراض طبيه محضه. من الاحسن هذه البنيه هذه تشوف طبيب. من الاحسن تراجع طبيب يشوف واش هذيك القنوات اللي جايه، حيت كاين واحد القناه جايه من العين الانف. ربما كاين يكون عندها فيها. نعم، لان دائما ملي كنبكيو دائما ملي كنبكيو كيسيل الانف. نعم. هذا ولكن خاصة تراجع طبيب باش تشوف هذه الامور هذه كي دايره. يكون افضل، يكون احسن. اذا دكتور ناخذ المكالمه الثانيه. لا، اذا كانت حساسيه غادي ينفعها البصل طبعا، غادي ينفعها في هذا. اذا الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الاسم الكريم؟ فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء، من اي مدينه؟ مدينه سلا. اذا تفضلي. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. نسألك دكتور، بغيت نسولك بالنسبة للبصلة، يعني شكون اللي حسن، تمكن الخضراء ولا صايبة؟ نعم. إذا ثابت واش كتبقى عندها شي فائدة؟ نعم. وبالنسبة لي أنا إلا كليت خضرة كتسببني في حرقة. نعم. إذا شكرا. نعم. شكرا. نعم، هذا حديث علينا، هذا حديث مهم، لأن ولذلك انا نبهت الناس ما يستهلكوش البصل على معده فارغه، معده ديالهم تكون خالية. ذكرت كما تفضلتم قبل قليل. نعم اكيد، لان كاين التهابات في المعده ولا تكون بعض التقرحات اللي غادي يحرقهم هذه البصله. ودابا الان في هذا الوقت هذا كاين ولاو تقرحات كثيره جدا عند خصوص هذه الاعمار عند الاطفال، لان هذا الاكل ديال الشوارع وديال الاذقه وهذا الاكل السريع، ثم الحاله النفسيه، وربما الاطفال ما بقاتش عندهم شهيه كاع. يعني كيأثر على الجهاز الهضمي. ما كانوا ياكلوا حاجه حلوه ولا شيء. هذه حالات كاينه، وما يقدروش على البصله في هذه الحالات، ما يقدروش الا ياخذوها بعد الاكل. ممكن ياخذوها بعد الاكل، ولا حتى الا خذوها سلطات اثناء الوجبه. يعني الوجبه ما نظنش غادي تضرهم. غير هذا هاد السيده هذه خاصها تشوف، هاد البنت هذه خاصها تشوف اكيد طبيب، تاكد بعدا من صحه، من سلامه، ماشي صحه، تاكد من سلامه المعده، ثم من بعد ان شاء الله ما يكونش عندها، ما لا اظن يكون عندها مشكل. لان كثير من الناس اللي كيسموها الحرقه
البصله كدير لها محرقه. محرقه فعلا. لا طبعا لنا ملي كيكثروا منها وكتكون طازجه، ملي كيكثروا منها وتكون طازجه وتكون المعده فارغه غادي يكون عندهم مشكل، ولكن غير يتجنبوا هاد الحاله هذه. بالنسبه لهذه السيده نعاود نكملوا السؤال ديال السيده اللي من سيدي قاسم. نعم. هاد البنيه هذه اذا كان عندها هاد المشكل ديال الجيوب الانفيه حساسيه، يعني اذا كان عندها حساسيه ممكن يعني البصل ينفع، ولكن ماشي يعني علاج 100%. هذه ينفعها نعم، ولكن لازم لا يعني كيف تستعملوا وتاكد واش عندها الحساسيه. اذا كان عندها حساسيه تحاول تقطع على هذه البنت هذه الاشياء اللي كيسبوا الحساسيه اللي فيهم الالرجين، من اللوز، القرقع، الكاوكاو، من الزنجلان، من الكرفس، معطيشه، من الكريفيت، من هذه الاشياء هذه كلهم خاصها تحيد البنت. والحلويات يعني الحلويات والمقليات، بعض مشتقات الحليب، يعني كاينين المشتقات، انا اتكلم عن مشتقات الحليب، لان كاين بعض الاطفال اللي تا هما كيزيدوا لهم شويه في الحساسيه، ولكن غير ترد البال اذا كان مشتقات الحليب ما يعملوا لها والو ممكن تاخذهم، ولكن تاكد بعدا اولا واش عندها حساسيه للحليب ولا لا. هذا البصل يعني كيفاش غتناولو؟ خاصك تاكلو فقط، ما عندوش فقط. ما يعني ما عندوش حتى شي استعمال اخر. ما عندوش استعمال الا خدات هذه الوجبه ديال البصل بزيت الزيتون، يعني اذا اجتمع البصل مع زيت الزيتون كنظن كيولي جيد بالنسبه للناس ديال الحساسيه. نعم. اذا دكتور، اكدت بعض الدراسات ان تناول البصل الاخضر يعد يعني افضل وقايه من خطر الاصابه بامراض القلب وخاصه السكته القلبيه، ما السر في هذا؟ نعم، ان السكته القلبيه عندها اسباب عديده، ولكن كيبقى هي على راس امراض القلب والشرايين. كيف ما كان الحال، يعني هناك اشياء جانبيه مثل الكوليسترول والشحوم في الدم وارتفاع الضغط والسمنه، هذه اشياء، والسكري، هذه اشياء تحيط بالقلب. اذا كان شخص مصاب باحد هذه الامراض فهو في الطريق ديال السكته القلبيه. ثم كاين اشياء اخرى، ربما الان ولا الطب تيقول وراثيه، ان كاين اشياء اللي ما كاين الناس اللي عندهم من الولاده هما تزادوا بضيق في هذوك الصمامات، يعني اللي عندهم لي سوفل ديال الطوليك بحال هذوك يكون عندهم ضيق من فالبصل ماذا يعني؟ البصل عنده جوج ديال العوامل القويه بالنسبه اللي عندهم امراض القلب والشرايين اللي خاصهم يتناولوا البصل. انا قلت بان اصحاب السكري وهذه الامراض هذه خصوص كوليسترول يتناولوا عصير البصل، اللي عندهم كوليسترول وشحوم في الدم يتناولوا عصير البصل ويحبسوا مواد حيوانيه الكوليسترول ان شاء الله ينزل. ولكن كما تفضلتم قبل قليل البصل ماشي على معده فارغه. نعم اكيد، يعني خصنا ناكدوا عليها. هذا من يعني العوامل، العامل الاول ان هذيك البصل فيها حمضيات عضويه، فيها حمضيات عضويه وفيها مكون حمض الفوليك مع الالياف اللي فيها مع المكونات الاخرى بحال البوتاسيوم اللي غادا تلين هذيك الانسجه ديال الشرايين، كتولي لينه، كتولي الاستيك، يعني كتسهل، كتولي يعني الانسان كيحس براحه. من جهه اخرى ان البصل يمتص الكوليسترول، انا كنعرفوا ان الاشياء اللي فيها حمضيات عضويه هي كلها تزيل حمض اليوريك وتزيل الكوليسترول من الجسم، هي تذيب حمض اليوريك. حتى الناس اللي عندهم النقرس الان، الناس اللي عندهم النقرس يحبسوا لحوم يتناولوا عصير البصل بانتظام، او بصل اش عصير؟ بصل بانتظام مع فواكه، كثره عصائر فواكه. الطريقه اللي كتذاب بها هاد البلورات ديال حمض اليوريك اللي كتسبب النقرس، يعني كتولي قريص حرق، وكذلك الحصى ديال المراره اللي تياب وحصى الكليه، هي هذا نفس الحادث، هو نفس الميكانيزم اللي كيزول هاد الزوائد هذه. اكثر من ذلك حتى الاشخاص اللي عندهم تكيسات، هذيك الجيوب النائيه، حتى الناس اللي عندهم تكيسات داخل الجسم الى حبسوا لحوم مواد حيوانيه وكثروا من المواد النباتيه والمواد النباتيه الحامضه، يعني مثل البصل اللي منها البصل، فهادو غادي يرتاحوا. يرتاحوا هذا الكيست، هذا الاكياس المائيه هي المشكل ديالها، هي ملي كتكبر. نعم. ربما تمزق ولا ترتق تما ولا دير مشكل، هي ملي كتكبر وكتكون في بعض الاعضاء حساسه، اما كتكون في المخ اما كتكون في الكبد، هنا كيكون مشكل. هاد النساء اللي عندهم مثلا تكيسات حول المبيض غادي يحسوا بواحد الحريق، يعني خطير جدا. فهذه اشياء يعني البصل يفيد فيها، والبصل من الاشياء التي تغسل في الجسم وتدخل في ما نسميه غسل الجسم او الكلين، ويعني في غياب طبعا المواد التي تسبب طبعا يعني تثقل الدم او تدخل الدم اللي هي المواد الحيوانيه.
إذا شكرا دكتور على كل المعلومات التي قدمتها لنا واستفدنا منها جميعا. أشكر كل مستمعينا الكرام الذين ساهموا معنا في هذه